من احتكار النجاة في فرقة معينة أو جماعة معينة اللي قادنا لكل هالحروب ولكل هالمجازر اللي عشناها في حياتنا، وإحنا عشناها بالعراق بمرارة في السنوات الأخيرة كما تعلمون. يعني شباب يتغذون بهذه الأفكار فيتحولون إلى قنابل موقوتة، يفجرون أنفسهم في المساجد، يفجرون أنفسهم في الدوائر الحكومية، في المؤسسات، في الأسواق، في كل مكان. وأنا شاهدت هذه المجازر بنفسي. بالنسبة لما يقوله الدكتور البيطار أن شبل النعماني هو أحد أو هو مؤسس علم الكلام الجديد، أنا تحدثت بشكل صريح في كتابي الذي سيصدر قريبا العام القادم إن شاء الله، اللي عنوانه علم الكلام الجديد الفهم الجديد للوحي، أن شبل النعماني لم يؤسس الكلام الجديد، وإنما هو كتب كتابا بعنوان علم الكلام الجديد، وكان من آخر مؤلفاته. وهذا الكتاب نجد فيه كثير من المسائل التي اقترح إضافتها إلى علم الكلام الجديد، وخصوصا ما يتعلق بحقل الحقوق والحريات، لكن لا يتصل هذا الكتاب بعلم الكلام الجديد بالمعنى الذي أنا أفهم فيه علم الكلام الجديد. ولذلك تسمية مفرغة من مضمون علم الكلام الجديد. وأنا قرأت هذا الكتاب وعندي الترجمة العربية لهذا الكتاب التي صدرت في القاهرة قبل سنوات. الكلام القديم تكلم في موضوع الإنسان، لأنه تكلم في القضاء والقدر، تكلم في القضاء والقدر بوصفه مشكلة إلهية قبل أن يكون مشكلة بشرية. يعني الكلام القديم لم يتكلم في حرية الإنسان، ولم يمنح الإنسان الحق في الاختيار أساسا. يعني كان محوره الأساسي، حتى الإمامة كان موضوعها أيضا موضوع أن الإمامة بنصب إلهي أو ليست بنصب إلهي. فما يتعلق بحياة الإنسان الروحية والأخلاقية لم يهتم به علم الكلام القديم، وكيفية بناء الصلة بالله، كيف تكون هذه الصلة. ما أشار إليه الدكتور من أن علم الكلام الجديد يمثل أفق جديد في بناء المعتقد ويرتقي لأن يكون فلسفة للحياة وفلسفة عولمة جديدة. علم الكلام الجديد هذا كلام دقيق وصحيح، وعلم الكلام الجديد يطمح لاكتشاف المشترك الكوني المشترك البشري فيما تضمنه القرآن الكريم، القيم الخالدة اللي ما تعبر عن مرحلة زمنية معينة ولا تعبر عن مجتمع خاص أو جماعة خاصة. فهو يبحث عن القيم الكونية، ولا شك أن مثل هذه القيم تمثل مشتركات بشرية، ويمكن أن تسمح للمسلم بالتواصل مع كل مختلف في المعتقد. شكرا لكم. بارك الله في فيكم. بعض أسئلة؟ نعم، ما زال هناك أسئلة أستاذ. أعطي الكلمة للأستاذ محمد إلامي. تفضلوا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور سيدي يوسف الكلام على هذه الدعوة الكريمة، شكرا للدكتورة نادية الشرقاوي على هذه الدعوة، وشكرا أيضا للدكتور المفكر الذي هو نبراس في هذا الباب، الدكتور سيد عبد الجبار الرفاعي. طبعا هناك عدة قضايا، سأقتصر فقط على بعض المسائل كي نغتنم حضور الدكتور سيد عبد الجبار الرفاعي فيها. المسألة الأولى تتعلق بالمفاهيم، نحتاج ربما إلى مزيد تدقيق وبيان لفهم الحدود الإبستيمولوجية بين مفهوم علم الكلام الجديد
ومفهوم فلسفة الدين. طبعا كانت هناك إشارة عابرة في مداخلة الدكتور سيدي عبد الجبار، والفلسفة الدينية، لأن الفلسفة الدينية أيضا تنطلق من السقف العقدي لدين معين، لكنها تحاول أن تبني المعارف بناء ضمن معقولية فلسفية داخل النسق الديني. إذن هذا أمر في غاية الأهمية. إذن هذا أمر أول. إذن لابد من هذا التحديد المفاهيمي لمزيد تدقيق في اختيار اصطلاحات. هناك من يتحدث عن اللاهوت الفلسفي، طبعا نتحدث نحن الآن عن علم كلام ديني ونميزه عن فلسفة الدين وعن الفلسفة الدينية. الملاحظة الثانية أو السؤال الثاني أيضا إبيستيمولوجي. أشار الدكتور سلام جبار رفاعي أن هذا العلم كلام الجديد يستفيد من المناهج المعاصرة بمختلف ألوانها ومشاربها. ألا ترون معي أنه لا بد من القيام بنقد إبيستيمولوجي لهذه المناهج قبل نقلها من أنسقتها الخاصة في ثقافات خاصة لاستبقاء الكوني منها في الاستعمال في قراءة النص القرآني مثلا وفي توطينها ضمن النسق المعرفي الإسلامي. إذن هذا أمر ثاني. الأمر الثالث وهو أن تلك المفاهيم سواء تعلق الأمر بالهرمنوتيقا أو غيرها من المفاهيم هي مرتبطة بإبيستيمي بنسق كامل فيه ثورات علمية وفيه ثورات فلكية وفيه ثورات في سياقات مختلفة. هذه الثورات المعرفية والعلمية الحقة لم يتم توطينها بعد في اللغات الإسلامية عربية كانت أو تركية أو فارسية. ألا ترون أن هذا الأمر يشكل أيضا عائقا لتجديد علم الكلام؟ الأمر المسألة الرابعة والأخيرة وبها أختم، ألاحظ أن الدكتور سيدي عبد الجبار رفاعي يستفيد كثيرا من الأفق العرفاني في هذا في العلم في علم الكلام الجديد، ولا سيما مع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ومع مولانا جلال الدين الرومي. وبالفعل هناك إشراقات رفيعة في هذه المرجعية من شأنها أن تضيء لنا كثير من الأسئلة التي تم طرحها. كيف السبيل للتعامل مع هذا الثراء العرفاني في الثقافة الإسلامية من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة الجديدة لعلم كلام جديد؟ وأنا أعرف أن هذا الأمر أن العلم كلام جديد طرح أسئلة جديدة تحتاج منا إلى رؤية نقدية مزدوجة لتراثنا للاستفادة منه وترك المتيبس تاريخيا فيه، وأيضا للاستفادة من المناهج المعاصرة المختلفة مما هو كوني فيها وترك ما هو ظرفي وإيديولوجي في هذه الأمر. إذا سمحت لي بنقطة أخيرة وهي إشكالية الإشكاليات وأشرتم إليها في مداخلتكم، هي العلاقة والتاريخ في النص القرآني. هذه هي مدار كل هذه القضايا والشهادات متكلمين الجدد. كيف السبيل إلى البحث عن المتعالي الذي من شأنه أن يجدد المعنى في الإنسان المسلم في كل السياقات مع الصرورة التاريخية؟ وكيف السبيل للمحاولة وضع ما هو نسبي في سياقه التاريخي داخل النص بدون المس بوحيانية ما هو تاريخي أيضا داخل النص؟ وشكرا لكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور على هذه المداخلة القيمة. أعطي الكلمة تسمح لي أستاذ، أنت فضلتم أستاذ آخر مداخل يعني تكون شفوية، ثم بعد ذلك يعني تتدخلون أستاذ الإجابة عن هذين السؤالين، ثم أعطي الكلمة لأستاذ يوسف كلام ليذكر الأسئلة المكتوبة إن شاء الله. لو تفضلتم آخر متدخل سيكون يعني الآن مضان تقريبا ساعتين وأنا حقيقة لا أطيق الاستمرار أكثر، فأرجو أن يلخص كل شيء بخمس دقائق إن شاء الله. أستاذ الكلام حتى الوقت في بغداد عندنا إيش تعرف شو ويتأخر يعني متقدم على المغرب. إذن أطلب من السيد محمد العربي بالهاشمي أن يكتب سؤاله، ثم أحيل الكلمة مباشرة للأستاذ يوسف الكلام حتى يقرأ الأسئلة مكتوبة إن شاء الله، ثم بعد ذلك الأستاذ يجيب إجابة عامة، يحاول أن يجمع جميع الأسئلة ويجيب كل سؤال من زاوية إن شاء الله. تفضلوا أستاذ الكلام.
هو كذلك، شكرا عبد الرحمن. هناك سؤال لصالح عبد المحسن الشيع، يقول: هل حديثكم أستاذ عن تجديد علم الكلام، هل المقصود به تغيير وتبديل المفاهيم والمصطلحات السابقة، أي بشكل ظاهري، أم هو تجديد جذري يصيب المناهج والأدوات؟ السؤال الثاني لنادية الزرقاني، تقول: علم الكلام الجديد وحرية وحركة التنوير، هل هما مترادفان؟ السؤال الثالث لفؤاد بلقاري، يقول: ألا ترى أستاذ أن تجديد المنهج الكلامي، خاصة مراجعة المنطق الصوري وإحلال المنطق الوضعي مكانه، يهدم المقولات العقدية عن آخرها؟ أستاذ يحيى عبد اللطيف يسأل، يقول: لماذا الحديث عن كلام جديد وليس عن فلسفة إسلامية جديدة أو عن تصوف جديد، خاصة وأنكم تتحدثون عن المعنى والحب والإنسان؟ ما موقع المذهبية اليوم في الكلام الجديد؟ هل يمكن أن يتخلى الإنسان في الكلام الجديد عن قناعاته العقدية القديمة؟ وهل تجديد علم الكلام يقدم نفسه على أنه امتداد للكلام القديم، أم أنه مقوض، أم على أنه مقوض له لا يقوم إلا على هدمه وتجاوزه؟ هناك سؤال آخر أيضا لعلي خليل الكوبيسي، يقول: آمل التعليق على هذه العبارة من أستاذنا الرفاعي: تجديد علم الكلام كأداة، مخرج معرفي للتخلص من تثبيت المتغيرات وإسقاط واقع ماضوي مغاير لواقعنا. هذه مجموعة من الأسئلة، هناك مجموعة أخرى مكتوبة ولكن هي ربما أقصر. لمصطفى بويخامون، يقول: ألا يمكن القول إن علم الكلام عند العلماء المتقدمين قائم على ثوابت لا تتغير؟ فكيف يمكن أن نسير في هذا العلم نحو الأشياء الجديدة؟ وما المقصود بالنص المفتوح، وما هي ضوابطه؟ وشكرا. الأستاذ صلاح حبيبي يقول: لقد ذكرتم في آخر المداخلة أن علم الكلام الجديد يوظف الفلسفة والمنطق في فهم النصوص وبناء المعتقدات وما يرتبط بها، أليس ما قام به الغزالي والرازي والبيضاوي والإيجي من توظيف المنطق والفلسفة يعتبر تجديدا لعلم الكلام، أم أنه يقصد ذلك أن ذلك يتعلق بالبحث في الإنسان وليس بالإلهيات؟ أظن أننا نكتفي بهذه الأسئلة لأنها كثيرة جدا، والأستاذ كما قال وقته لا يحتمل، فقد تجاوزنا الساعة الآن. تفضل الأستاذ، لكم أن تجمعوا هذه الأسئلة في جواب يمكن أن يشمل معظمها. تفضل يا دكتور. أكرر امتناني لكل المتداخلين ولكل من كتبوا الأسئلة ولكل أيضا من حضروا هذا اللقاء الجميل، وأكرر امتناني للدكتور يوسف والفريق الذي معه في الاهتمام بعلم الكلام. وهذا اللقاء الذي تحقق اليوم هو أحد المساعي لإعادة بناء علم الكلام، لأنه مثل هذا الحديث قلما نجده في الأكاديميات وفي مدارس العلوم الشرعية وفي الجامعات والكليات، كليات الدراسات الشرعية والدراسات الإسلامية. أنا أشير إلى ما حفظت من هذه الأسئلة، أنه ما تفضل به الدكتور الحراق، كان اتهام الحراق، كان كلام مهم حقيقة، وأنا أضاف يعني لما قدمته أنه المفاهيم إلى الآن والحدود لم تتضح بشكل دقيق بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. وعلم الكلام الجديد في طور الصيرورة والتشكل، وكل علم في طور الصيرورة والتشكل يحتاج إلى زمن طويل واجتهادات أيضا مختلفة ومتضاربة في الموضوع حتى تتبلور له هوية جمعية لهذا العلم، تكشف عن ملامحه الأساسية وصورته
أنا هذا الموضوع أعمل عليه صار لحدود 30 سنة، يعني شخصيا أيضا تتكشف لي كل يوم آفاق في هذا الموضوع لم تتكشف من قبل. ولذلك طرحت على دكتور يوسف الكلام أن يكون البحث اليوم في موضوع الصلة بين تجديد علم الكلام وتجديد الرؤية للعالم. وأنا أول مرة أتحدث عن الصلة والعلاقة الجدلية بين تجديد علم الكلام وتجديد الرؤية للعالم وأهمية ذلك أيضا في بناء المعنى الكلي الذي يمثل مقوم أساسي لهوية الجماعة. علم الكلام الجديد يوظف المناهج قبل لا يختبرها، المناهج الحديثة. الذي أتحدث عنه هو استيعاب نقدي، يعني ليس كل ما يظهر في العلوم والمعارف يجب إليه اعتماده، هذه المناهج تحتاج إلى اختبار فعلا. ولذلك هذا العلم طور التشكل المفروض يستوعب هذه المناهج والمعطيات استيعابا نقديا. توظيف الأفق العرفاني لابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم أيضا، لا شك أن في التصوف والعرفان كنوز. يعني مثلا موضوع التعددية الدينية وكسر احتكار النجاة لا تجده إلا في تراث ابن عربي وتراث جلال الدين الروم، ولكن أيضا في هذا التراث نفسه في مشاكل كثيرة. يعني بعبارة أخرى فيه تاريخي، لأن هو اجتهاد يعبر عن عصره، وفيه ما هو مفاهيم مفتاحية أساسية يمكن أن توظفها في بناء علم الكلام الجديد. ففي علم الكلام الجديد أحد الركائز الأساسية اللي عندك التعددية الدينية وعدم احتكار النجاة، هذا لا تجده في التصوف. كيف السبيل إلى وضع النسب في بيان في سياق التاريخ؟ لا شك في اجتهادات في هذا الموضوع، وهذه الاجتهادات مضالها أكثر من قرن، وأكو جدل ونقاش حول هذا الموضوع واسع. وكل هذه الأسئلة والأجوبة راح تساهم في إثراء هذا الموضوع وتحديد ما هو نسبي في سياق التاريخ. لا يقول الآن أحد أن الإماء والرقيق الذين تحدث عنهم القرآن الكريم هذا مو نسبي، ولذلك دع الدعوات التي ظهرت بإحياء الرق مثلا، هذه دعوات نشاز ودعوات استنكرها كل إنسان في الواقع يفهم النص الديني ويفهم التراث ولديه غيرة على الدين. فإذا هذا النسبي يتكشف بالتدريج، واستعمالنا للمناهج الحديثة ومعطيات العلوم والمعارف الحديثة إلى أثر كبير في استعمال في النصوص المقدسة. هل أن المقصود بتجديد علم الكلام هو تجديد شكلي أو تجديد جذري؟ تجديد جذري وليس تجديدا شكليا. تجديد هذا يشمل اللغة، يشمل البناء المعرفي، يشمل المناهج، يشمل أيضا حتى يبحثها علم الكلام. ربما
ربما الأستاذ عنده ضعف في الشبكة ربما. أستاذ الرفاعي. مش مسموع. عفوا. الآن الصوت مسموع؟ نعم الآن الصوت مسموع، تفضلوا أستاذ. أعتذر، انقطع الإنترنت ثم عاد فجأة، شكرا لكم مرة أخرى. حتى البحث في الموضوعات اللي يبحثها الكلام القديم ليس نفس هذه الموضوعات اللي يبحثها، لأنه محور اهتمامات مختلف أساسا. استبعاد المنطق الصوري واعتماد المناهج الحديثة ألا يهدم الكلام القديم؟ نعم يهدم بنية الكلام القديم. الكلام الجديد لا يتأسس إلا بعد هدم الأركان الأساسية في الكلام القديم، لأن يعني هو اجتهاد، هو يفهم أن ما قرره أئمة الفرق المتقدمون ليس حقائق أبدية مطلقة ثابتة في كل زمان وفي كل مكان. هؤلاء مجتهدون، اجتهادهم محترم في عصرهم، لكن هذا المتكلم الجديد أيضا يعتبر نفسه مجتهد في بناء رؤية توحيدية لا تتطابق مع رؤية الأشعري أو رؤية الماتريدي أو رؤية الفخر الرازي أو رؤية النظام مثلا. صحيح لا تهدم كل التراث ولا تلغي كل التراث، تستفيد من بعض العناصر الحية فيه، لكنه أساسا بنية هذا التراث اللي متأسس عليها فيها مشاكل أنتجت كل هذا التكفير وكل هالمشاكل اللي موجودة في حياتنا الدينية. علم الكلام الجديد عندما قلت يوظف الفلسفة والمنطق، فأحد الأسئلة كان أن الغزالي والرازي أيضا وظفوا الفلسفة والمنطق. أنا أعني بذلك أن علم الكلام الجديد يتسع لاستيعاب نقدي لمعطيات الفلسفة الحديثة وعلوم الإنسان والمجتمع وفلسفة العلم الحديثة. والعلم كما تعلمون متغير متجدد، دائما فيه حذف وفيه إضافات وفيه اكتشافات واجتهادات مستمرة. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا للدكتور يوسف الكلام، وشكرا للأحبة الحضور، وأنا ممتن للجميع لهذا اللقاء الذي أسعدني وأبهجني كثيرا، وشكرا للدكتورة نادية الشرقاوي أيضا.